سلام عليكم. في هذا الكون الشاسع العظيم ومنذ قرابة 14 مليار سنة ومع بداية الكون كان لكل شيء وظيفة، من الأجرام السماوية العملاقة إلى أصغر ذرة في الكون، من دوران الشمس والمجرات إلى دوران الإلكترون حول الذرة، فقد قلنا لكل شيء وظيفة. وفي هذا الكون المهول هناك كوكب أزرق جميل نعم وازدهر بوجود الحياة عليه، وبوجود الحياة يوجد عمل، فالحياة مقترنة بالعمل وتختلف الوظائف حسب السبب. فكائنات هذا الكوكب تمارس نشاطاتها ووظائفها بصورة تعكس جمالية التنظيم التي بدورها تثير الفضول والدهشة في أنفس الناظرين وتحفزهم للتعلم أكثر من أجل الازدهار أكثر فأكثر. فنحن نتعلم من أجل أن نطبق ما نتعلمه ومن أجل تحقيق أهدافنا وأحلامنا. فمن هذا المنطلق نريد أن نقول أهلا وسهلا بكم في بودكاست IEEE جامعة الملك فيصل، وحلقة جديدة ومميزة ومختلفة عن باقي الحلقات بوجود ضيف استثنائي ومميز. حلقتنا اليوم عن ما بعد التخرج وماذا يخفي لنا في جعبته، وكيف يرى العالم بعد التخرج، أو كيف يرى الخريج العالم بعد التخرج؟ هل يراه ملعبا كبيرا لتسديد أهدافه أو مختبرا كبيرا لخوض تجاربه؟ هل هناك فرصة للتعلم أم التعلم ينتهي بعد التخرج وتحصيل الشهادة؟ ما هي الفرص التي يجب التشبث بها؟ وكيف هناك أشخاص عدة توظفت بغير تخصصها؟ وكيف أيضا هناك أناس عدة نجحت بدون شهادة جامعية؟ كل هذا وأكثر في حلقتنا اليوم، حيث سنلقي نظرة خاطفة وراء ستار التخرج. معكم أخوكم أحمد جواد وضيفنا المبدع المهندس إبراهيم أحمد إبراهيم. مستر إبراهيم طبعا مهندس كهربائي مميز، خريج جامعة الملك فيصل، وحاصل على معدل عالي جدا، صاحب مهارات ومواهب عدة، وقائد مبدع وقادر على قيادة عدة أفرقة في تخصصات مختلفة، وهو الآن مدرب ومنسق برامج في مركز نمو للتعليم، وأيضا مستشار مبيعات في تكسان. ولا ننسى أنه نائب الرئيس سابقا لنادي IEEE، وأيضا كان رئيس لقسم الميديا للنادي، وساهم في نشاطات عدة ومشاريع كثيرة جدا لن يدركنا الوقت لذكرها بأكملها، وشهادتنا ناقصة في حق مهندسنا. مهندس إبراهيم، أولا أرحب فيك في برنامجنا المتواضع، وأحب أشكر حضورك ومشاركتك معنا في نشر الأجر والمعرفة. الله يعطيكم العافية وشكرا لكم على استضافتي صراحة في البودكاست الممتع. صراحة الواحد كان متعود يعني أن ينسق حلقات البودكاست ويشرف على قسم البودكاست، ولكن أول مرة الواحد صراحة يخوض تجربة أنه يسجل بودكاست. يمكن 3 سنوات من قضيتها في النادي، أو والله ما أتذكر، كان تقريبا 3 سنوات، وهذا تقريبا أول مرة يعني أكون متواجد في حلقة البودكاست يعني. فجدا سعيد بخوض هذه التجربة، وصراحة ودي أشكركم يعني جميعا، سواء كان ككتاب مشرفين في قسم البودكاست، سواء كان إدارة نادي وأي عضو صراحة في النادي، لأن الشغل اللي تسوونه شغل جبار. الله يسلمك. وما شاء الله البوتنشل عالي جدا، وأنا أتوقع بإذن الله إنه أنتم راح تكونوا سبب إن النادي بإذن الله راح يكون أشياء كبيرة إن شاء الله في السنوات القادمة. طبعا زي ما يقولون إحنا نقف على أكتاف العمالقة، طبعا أنتم اللي مهدتوا لنا الطريق. أكيد. جزاكم الله ألف خير. الله يعطيك العافية. وإحنا برضو صراحة وقفنا يعني على أكتاف العمالقة زي ما أنت ذكرت، يعني ما بديناها من الصفر. كل جيل سلم جيل، إن شاء الله إلى أن الأجيال القادمة تكون هي اللي تأخذ النجاحات الكبيرة. إن شاء الله هذا يكون مجلس يعني موفق إن شاء الله. بإذن. طبعاً زي ما قلت لك 3 سنوات ما كنت يعني ما مرة حضرت الدائرة هذه أنك تكون في البودكاست، طبعاً وجودك يتميزك والله العظيم. الله يسعدك. يعني هو مجلس نقول أن إحنا استضفناك لأنك مميز. حبيبي الله يسعدك. فيعني إحنا جداً مبسوطين وإن شاء الله يعني نتوفق بالحظ. طيب مهندس إبراهيم، حاب أبدأ معاك الحديث من أول مين وصولاً إلى جوهر حلقتنا، ونبدأ بإذن الله وبركاته بكيف كانت فترتك الأكاديمية وشنو استفدت من هذه التجربة. طيب بالنسبة للفترة الأكاديمية صراحة كانت هي 5 سنوات، الحمد لله تخرجنا في 5 سنوات بالضبط. كانت فترة جميلة صراحة من كافة النواحي، من ناحية أكاديمية كدراسة، ومن ناحية النادي، من ناحية الفعاليات اللي مع عملت الشؤون. صراحة من كافة النواحي كانت فترة جميلة يعني.
صحيح كان فيها سلبيات اللي هي فترة الاختبار، فترة المدات، فترة كورونا بحد ذاتها يعني تقريبا سنة ونص كنت أنا موجود في فترة دراستي كانت كامل فترة كورونا يعني. ولكن كانت فترة جميلة صراحة كدراسة 5 سنوات جميلة جدا صراحة. يعني تدري شو يقولون what doesn't kill you make you stronger، يعني حتى الفترة كانت صعبة وما حبيت الاختبارات لكن بالضبط خرجت مهندس بالضبط زي ما ذكرت يعني كل الأشياء السلبية تجعل من الواحد يعني شيء أقوى، والصعاب بالعكس هي اللي تحدد الدايموند من الفحم من الفحم. هل مهندس إبراهيم له استبراط بعد يعني حال الوضع البشر؟ أكيد يعني شوي في أمور ويمكن شخصية ما حد يعرفها كثير عفوا قصدي في أمور شخصية ما يعرفونها ناس كثير، ولكن في فترة من الفترات في الجامعة يعني كنت جدا مضغوط يعني جدا جدا مضغوط، فالفترات اللي كنت فيها مضغوط يعني انضغط من الدراسة وانضغط من الحياة، فكان الوضع صراحة مؤسف جدا يعني، ولكن الحمد لله عدت يعني زي ما انت تقول عدت. صحيح. عدت في لحظات في حياتنا نتمنى فيها لو كان عندنا آلة زمن عشان نرجع نعيد اللحظات التي أثلجت قلوبنا وأمتعتنا من كثر ما كانت جميلة ومميزة. طبعاً كلنا مرحنا بد ما ليش الجات دي، بس لا عادي كلنا يعني عندنا لحظات جميل. ما تنسى نوستالجيا صحيح yes. الحنين إلى الماضي yes. ما هو الشيء المميز الذي تتمنى أن تعيده في مسيرتك الأكاديمية؟ طيب أول شيء أنه أنا بوضح نقطة أنه أنا طبعاً عشان أجاوبك على سؤالك مباشرة النادي، أنا واحد أحب النادي و... نادي اي تربل نادي اي تربل يعني just to be clear هو صراحة ما يهمك اي تربل اي أو كان أي نادي طلابي ثاني، فكرة أنه أندية طلابية والعمل تطوع فيها أنا أحب هذا الشيء جداً أحبه، فاللهم لك الحمد في ناس كثير ما تعرف بس أنا وظيفتي حالياً تقريباً مشابهة جداً للي كنت أسويه في النادي مشابهة بشكل كبير، فانا اللهم لك الحمد محظوظ في هذا النقطة اللهم لك الحمد دائما أقول. يعني اخذت شيء تحبه وجعلته وظيفة بالضبط الحمد لله بالضبط، ف كون ان انت تسوي شيء you are passionate about هذه بحد ذاتها نعمة يعني. كجوابي الجواب المباشر النادي هو الشيء اللي انا احن له جدا، ولكن زي ما قلت لك ان الان وظيفتي الحالية مشابهة جدا للنادي فهي نوعا ما ما فيها حنين لانه because I love it right now yeah. فهمت علي؟ فممكن ممكن الواحد يكون فعلا النادي لان الناس اللي فيه منافس الناس اللي معي حاليا. فتعرف يا اخوي شعور لما يكون ينقضي تشابتر من حياتك تقعد تراجع التشابتر وتقول يا كان نفسي في التشابتر سويت كيت وكيت وكيت، ويجي التشابتر اللي بعده وطبعا من اخطا ونعيد ونقول يا ريت ويا ريت. ف تشابتر شو اسمه الجامعه او تشابتر السيره الاكاديميه، شنو الأشياء اللي تمنيت أنك تسويها قبل ما تتخرج؟ طيب سؤالك صراحة جدا جميل، بكل اختصار more practice more practice تطبيقات العملية. نحن كمهندسين منهجنا اللي في الجامعة كان شوي ضعيف من ناحية التدريب الصيفي، طبعا أنا في المجال التعليمي الآن من الأشياء اللي شغالين عليها حاليا هي تطوير المناهج السعودية، مو بس إنه إحنا نطورها ككونتنت، إحنا شغالين على إنه نتأكد من هذا الشيء فعلًا جالس يصير. يعني بعطيك مثال، الآن في الثانوي 30 يدرسون أردوينو، تمام؟ أوه. ممتاز. أنا بالنسبة لي أردوينو ما حصل لي إني تقابلت معه إلا في وأنا في الجامعة. فالآن الطلب اللي في الثانوي إنهم لما يشوفون شيء أردوينو معناه إنهم لما يروحون الجامعة بيشوفون شيء واو أكبر من أردوينو. طيب الآن. هذا المتوقع لأن أنا. انجلش ثالث ابتدائي يعني ناوي اتوقع حتى ثاني ابتدائي يدرسون انجلش، هذا يعتبر تطور فهو أردوينو. فالمناهج الان في المنهج العربي السعودي جالسه تتطور بشكل ملحوظ، احنا مو بشكل مباشر جالسين نعدل على المناهج ولكن بطريقه ما نتاكد انها المناهج هذه تتطور. تقصد وظيفتك انا في بالضبط في مركز نمو التعليم، يعني مثلا جالسين احنا نتاكد ان كل معلم لمراحل الثانوي متقن الاردوينو، وهذا شيء جدا مهم لانه مستحيل انه يكون مناهج الثانوي فيها اردوينو والمعلم اللي متخرج من 20 سنة يكون فجأة سبحان الله صار متقن أردوينو، طبعا مستحيل هذا الشيء. صحيح. فهم لازم المدرسين المتخرجين من زمان ومع أنهم خلصوا أردوينو يتعلمون الأردوينو ويقدرون أنهم يشرحون للطلاب الأردوينو. أنا اللي خلاني أجيب لك ضطاري وشو أنه
طيب قبل ما نروح قطاري، هل تتوقع ان هذا الشيء عملي ولا فقط فكره صعبه؟ يعني انه مدرس له 20 سنه مثلا في منهج معين، صعب انه يروح فجاه يتعلم اردوينو. يقدر يتعلم اردوينو، اللي يبي يتعلم شيء يتعلم. انا فاهم النقش في الصغر كالنقش عفوا التعليم في الصغر زي النقش على الحجر، ولكن برضو حتى الكبار يتعلمون. يعني أنا أسمع الكلام هذا يعني فقط عدة جامعات عدة مدارس في المملكة ذات مستوى عالي هذا اللي بتطبق فكرة الأردوينو. يعني حسنا أقول لك منهج حكومي أي مدرسة الآن بيبدأ يتطبق فيها هذا الشيء، وتتوقع أن راح يكون التعليم بالمستوى المطلوب المفترض؟ وهذا هذه وظيفتنا احنا حاليا، ان احنا ميك شور ان التعليم يكون بالمستوى المطلوب. لان اداره التعليم اكيد خاطه بلان وفاهمه ومتوقعه ان مو اي مدرس فجاه يصير متقن الاردوين. فعشان كذا people like us exist، واحنا ميك شور ان كل مدرس المراحل الثانوي هو قادر انه يشرح الاردوين. طبعا الاردوين هذا مثال، في اشياء ثانيه كثيره، مايكروبيت، بايثون، بروجرامينج، اشياء ادفانس، فهذا مجرد مثال هو الاردوينو. ولكن كاردوينو واحد من هذه الاشياء، نتاكد ان كل معلم قادر انه يشرح الاردوينو، المعمل عنده مجهز انه يشغل الاردوينو. هذه وظيفتنا بشكل عام. طيب وش اللي خلاني اجيب لك الطاري؟ انه انا من وجهه نظري المناهج في الجامعات يبي لها نفس الشيء، يبي لها تحسين. وشو تحسين؟ من الأشياء اللي أنا يعني مريت فيها وحسيت إن فيها فعلًا شيء غلط، إنه معقول أنا مهندس كهرباء وتخرجت وتدربت بس شهرين؟ هذه مو منطقية. أنا كإلكتريكال إنجينير إن براكتس أونلي 2 مانس، وهذا شيء نات أكسبتبل لشركات كبيرة. يقولوا لي أنت كيف مدرب؟ في شركات تقبل فريش جرادويتس، أنا ما أقول لكم إنه ما في، بس أغلب الشركات اللي تقبل فريش جرادويتس وش تسوي لهم في البداية؟ هل تنزل لهم إن فيلد وتقول لهم يلا سوي لي ترانسفورمر تيست؟ لا، تروح تدخله في كلاسات تشرح لي من جديد. طيب إذا الشركة بتقعد تدخلني في كلاس بتشرح لي، وأنا أعرف ناس إن بيرسون يروحون شركات كبيرة بدون ذكر أسامي يدخلون كلاسات ويتعلمون وحصص وتعليم، طب شو الفائدة؟ إن الجامعة 5 سنوات تدرسك، معقولة ولا شيء من 5 سنوات هذه ارتبط في الشيء اللي يشرح لك؟ أنا ما حمرس إن ننتقد، خلنا نكون واقعين. أنا قلت أنا من وجهة نظري المتواضعة أنا ودي إن مجاهج الجامعة تتطور. هذا اللي اقترح، أنا ما قلت مناهج الجامعة، لا أنا ما قلت هذا الشيء، ولكن أنا أقول إن أنا ودي من وجهة نظري المتواضعة أنا أتمنى إن منهج الجامعة يتعدل، يكون في more practice. أنا عارف كل أغلب مواد تخص لها لاب، وكنا نروح لاب وتقارير وكل شيء، ولكن هذه اللابات وش أركب لمبة LED وأتأكد أنها تشتغل؟ يعني أنا لاحظ في المشوار الأربع سنوات إن الإلكتريكال فيلد كامل، إحنا أنا إلكتريكال، فيأخذ من كل بحر قطرة. يعني أنا فاهم كل شيء قطرة، لكن المشكلة وين؟ إنك جلست تعلمني أشياء حيل أولد سكول. يعني هذا اسمه جلست تعلمني شلون لما اكتشفوا الكهرب وأول لمبة صنعوها. I don't need that. I can Google that. 8086 مايكرو كنترولر. صحيح. What's going on guys? صحيح. الفكرة إنه أنا مو جالس أنتقد، أنا جالس أقول لك وش المفروض يكون الصح. خلينا نسميها إيش؟ Areas of إيش؟ Areas of improvements. المناطق القابلة للتطوير، أو إحنا ننصح إنه يكون فيها تطوير. إن المنهج الجامعي يكون فيه more practice. عشان نرجع لسؤالك اللي أنت سألته في البداية، اللي هو وش الأشياء اللي تمنيت أنا أسويها؟ إنه تمنيت لو أنا كل صيف استغليته في التدريب. أي صيف، أنا خدرست 5 سنوات، يعني كان عندي 4 إجازات صيفية صح ولا لا؟ وكل إجازة صيفية رجل كل شهرين في 2، أنا عندي 8 أشهر إجازة. تمنيت إن كل 8 أشهر هذه كانت تدريب. وفيه لا تقول لي ما فيه، في شركات راح انشب للشركات، قلنا بيتدرب عندكم مجانا، مجرد ما تقول لهم لا تعطوني راتب بيوافقون. انا اعرف واحد مهندس ميكاترونكس من ابها تدرب عند شركه بعد التخرج لمده 1 سنة كاملة بدون ولا ريال، ولا ريال كان يستلم، اعرفه شخصيا. هذا في اسئله قدامي، انت سبويلت. انا ما سبويلت، بس انا اقول لك الريل لايف. ففي ناس إذا لازم تتدرب في شركة، وهذه قصة عقيم، واحد أعلم شخصيا تدرب في شركة لمدة 1 سنة كاملة بدون أي راتب. طبعا أنا سألت ليه؟ قال لي experience. هذا أول جواب كان له، يبي experience. He paid for the experience.
مقابل ضعف. عندك سؤال بعد شوي عن الاكسبيرينس او الخبره و... بس قبل خلينا نتطرق له بعدين. قبل ما ارجع لسؤال الاكسبيرينس عشان ننهي نقطه السؤال هذا اللي هي ماذا تمنيت. ماذا تمنيت؟ ان تمنيت انه حتى مو بس التدريب، كان كل اجازه التدريب تمنيت، حتى لو اني سويت الكو اب اللي هو التدريب ابو 6 شهور تمنيت اني سكبت واحد من السمستر. شو الفايده تخرجت 5 شهور 5 سنوات؟ احنا كنا مستعجلين انا ودفعتي، خلينا نقول انا واخوياي الجروب حقنا، كنا مستعجلين على التخرج. حتى انه اخر سمستر اخر سنه لنا كان نظام الترايمسترز، كان 3 سمسترات وكنا نقدر نتخرج في ترايمسترين، وفي 3 تقريبا من الزملاء من اخويانا تخرجوا في ترايمسترين وتخرجوا، وفي حصلوا وظائف في الترايمستر الاخير، فهم تكنيكلي هم استفادوا. صحيح. فاحنا كنا نقدر هذا الشيء، بس انا شخصيا انا وكم واحد من الزملاء قلنا لا خلينا نجلس اخر ترايمستر، وكان احد الاسباب ان نجلس في اخر ترايمستر اللي هو الاي تريبل اي، كنا خلنا نقزر في اخر ترايمستر. كان عندنا مادتين اخر ترايمستر، كانت مانجمنت وش اسمها هذيك ثيرموفلويدز، يعني فكان اخر ترايمستر طقطقه مادتين بس 6 ساعات، خلصنا سينيور الحمد لله خلصنا كل شيء. اخر ترايمستر كان طقطقه، فكملنا اخر ترايمستر بس عشان الاي تريبل اي. فخلصت الكلام ان تمنيت ان انا شلت الفكره هذه من راسي، فكره انه تخرج بدري لا عادي تخرج متاخر، شو وراك خرج متاخر وخذ عندك مور براكتس كو اب تريننج 6 شهور تريننج كل صيف تخلص منه روح تريننج. تقول لي ما عندي خبره كافيه يا رجال، حتى بعد ما تخلص 5 سنوات ما راح تكون عندك الخبره الكافيه. فاللي بيتدرب اول تريمستر اول عفوا اول سنه دراسيه اللي هي سنه الكالكولس نفس اللي بيتدرب السنه الاخيره. في جمله جميله قلت اللي هي ماذا عفوا جمله جميله قلت انه شنو يعني فائدة انها تخرج بسرعة why you are in a rush؟ يعني ليش قلت هالجملة؟ في ناس تبي تتزوج بسرعة، تبي تجمع فلوس، تبي تتزوج، تحس ان الحياة واقفة، عرفت؟ فالاربع خمس سنوات انا جلست اضيع، انا جلست اتعلم، وفي الاخير عادي اقعد 2-3 سنين بدون وظيفة وانا ذبح نفسي اني ابي اتخرج. وفي ناس تدريب منتهي بتوظيف سنة كاملة والحمد لله متوظف وتخطى راتب المهندس اول ما توظف المهندس. فجملة جميلة أنت قلت أنك ظليت آخر تريمستر عشان مادتين من أجل أنك تستمتع في الفترة الجامعية، ليش ما استعجلت حالك على أغلب الفترة الوارد؟ أنا تمنيت أني لو شو اسمه يعني هو يعني ما بقول تمنيت لو 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 تفتح باب الشيطان. صحيح. ولكن برضو الحمد لله على كل حال، ولكن يعني ود الواحد وشه إنه ما يأخذ الأمور عجلية، لأن أنا مؤمن تماماً لكل إنسان قدرة، لكل إنسان his own story، لكل إنسان طريقة تعامل مع كل شيء، لكل إنسان حياة المنفصلة. أنا مؤمن، ما أدري عندي ليه هذه النظرية أن كل إنسان هو يعيش حياته الخاصة. فلا أحد يقول لي والله أنا بسوي زي فلان بتبع نفس المنهجية اللي سواها هو في الدراسة في الوظيفة، لا أحد يقول هذا الشيء. كل واحد يعني يعيش في زمن الخاص، خط زمن سير حياة المنفصل تماما. أنا مؤمن جدا بهذا الشيء، فأنا ما ودي أن أقول أشياء وفي ناس تحسبها أوه والله أنا بسوي نفس هذا الإنسان على أساس أنه يعيش نفس حياته. لا، أنا ودي أن كل إنسان يخوض تجربته يعيش حياته بطريقته الخاصة يعني. ولكن بالنسبة لي أنا أشوف أنه لا حد يستعجل في التخرج، عيشوا الحياة الجامعية. الحياة الجامعية تراها فيها كونكشنز رهيبة جدا جدا رهيبة، وعلى قولة واحد من الشباب يعني عرف people are resources. طبعا ما شاء الله، طبعا ما اطلع مهندس إبراهيم على أسئلة وأنا مجهز خاتمة، وصادف أن الخاتمة حقتي نفس الكلام اللي قال مهندس إبراهيم، خربت عليك الخاتمة. In a way or you make it better، جعلتها أجمل وأفضل، لأن سبحان الله تشاركنا نفس الفكر ان الكل يعيش في زمن الخاص بالضبط، ويعيش في مساره الخاص، يعني ما حد سبق احد. انت تقول هذا حين تخرج قبلي او انسان نجح، ما تدري انت شنو مكتوب لك، ما تدري انت وين نجاحك. فزي ما قلت انت ما بلازم اتبع مثلا الطريقه اللي اتبعها مهندس ابراهيم، على انك تاخرت، لكن الحمد لله انا متوظف. يمكن تتاخر كما تتوظف، يمكن تبكر وما تتوظف. فبس كذا حبيت ان اشارك النقطه دي. مهندس إبراهيم، مشوارك الأكاديمي أبداً ما كان عبارة عن دراسة تجريدية بحت، بل كان خليط من تجارب مثمرة مميزة عدة بوجود عامل الوقت والشغف للمشاركة في كل ما هو ممتع ومفيد. سؤالي لك، ما رأيك في الأنشطة الطلابية وما تأثيرها عليك؟ زي ما قلت لك، الأنشطة الطلابية كانت جداً جداً جميلة،
جدا جميلة. تعطيك مهارات كثير كثير، مهارات، مهارات الخطابة، الإلقاء، حل المشكلات، تعطيك علاقات جدا قوية، كونكشنز أسطورية تعطيك. لا تقول لي في حدود الجامعة، بيبدون من حدود الجامعة، بس إذا كبروا معك بيطلعون برا الجامعة. أنا جدا متأكد توسعون. برضو تعطيك مهارات أسطورية رهيبة. برضو زي ما قلت تفيدك على المستوى الشخصي. والله إن اليوم أنا صرت مرن، يعني كلها أغلبها زي ما قلت مهارات على connections، وفي نفس الوقت توسع صدرك، ممتعة. طيب هل تنمي جانبك الأكاديمي؟ من يعني نادر ما أتذكر شيء سويت أنا في النادي أو أنشطة طلابية بشكل عام كان مفيد لي أكاديميا. ممكن الشيء الوحيد ورشة IoT أتذكرها إلى الآن، كانت في ورشة كانت عن IoT، وأنا كانت أول مرة أسمع وشو IoT، فأنا حضرت الورشة واستفدت. For the audience, what IoT stands for? IoT اللي هو Internet of Things. تقنية جديدة. لا دخل. إنترنت الأشياء. إنترنت الأشياء. إيه. لا ترجمت Things بس. فهي تقنية جديدة يعني. هذا تقريبا الشيء الوحيد اللي يعني يذكرني إنه استفدت منه. ما أدري إذا بتعتبر أنت مشاركتي أنا مع كفو كار اللي هو شل إيكو ماراثون كأنشطة طلابية. ولكن بالعكس انا يعني كنت موجود في ذيك الفتره، كان يعني شيء جبار اللي سويته الحمد لله. كان شيء على فكره، على قد ما الناس تشوفه جبار، على قد ما هو المفترض ان يكون افضل مما هو عليه، المفترض انه هو افضل مما هو عليه، ايفن ذو شالوا اسمي انا، بس اتس اوكي. يعني حس الليفل اللي قدمتوه او ان السيارة اللي او يعني المشاركه فيه هذه، اللي يعني اخذتوا خبرتكم الأكاديمية أو خبرتكم اللي تعلمتوها من هندسة كهربائية، وصارت كانت هي شركة بين الميكانيكا والكهرباء. بالضبط. إيه. فكان الليفل اللي حطيتوه في الإبداع والمعلومات وال يعني. وشير إكسبيرينس. صحيح. تبادل خبرات. أنا كان عندي هدف إني دخلت فيه في المسابقة هذه، الحمد لله حققتها، يعني حققنا 100%. فأنا بالعكس يعني ما ندمت إني شاركت فيها. شارك الأودينس شنو كان الهدف ولا؟ لا ما احتفظ فيه من أجل. نحتفظ فيه ل for reading more information click here. طيب هل رأيت جوهر المشاركة في الأنشطة الطلابية على مسيرتك المهنية أو لا؟ يعني هل أعطتك الأولوية في التقديم في الوظائف إنك شاركت في نشاط طلابي أو شاركت في عدة، أعطوك شهادات، هل الشهادات ذي أثرت في التقديم ولا لا؟ الشركة فقط تنظر للمعدل الأكاديمي أو الجي بي اي وما تأخذ بالحسبان إنجازاتك من الشركة الأخرى في الفترة الأكاديمية. لا الحمد لله أكيد فهدني. أنا زي ما ذكرت أنه أنا وظيفتي الحالية مرتبطة جدا بالأنشطة الطلابية، كون أن وظيفتي الحالية في المجال التعليمي، فأكيد النادي يعني كان لا أثر اللهم لك الحمد في وظيفتي الحالية، وكل شيء كان لا أثر. لينكدين حقي كان لا أثر، البورتفوليو حقي كان لا أثر، الانترفيو نفسه كان لا أثر، فالحمد لله كلهم أسهموا في قبولي في وظيفتي الحالية. يعني خلني يعني شوي نطلع عنك أنت، وخلني نشوف يعني تخرج وعندك ناس ناجحين ما شاء الله حولك اللي شاركوا في النشاطات وخذوا شهادات عدة، عرفت اللي تاخذ تشارك نشاط في يوم واحد ولا أسبوع أو whatever يعطيك شهادة حضور محاضرات إلى آخره خارج الإطار الأكاديمي، يعني خارج التخصص حقك. طيب الشهادات اللي جمعتها كلها يعني السكيلز اللي اكتسبتها وحطيت انك مثلا عندي كيت وكيت، هل دي لها اثر وانت تقدم على الشركه ولا الشركه بتطالع الجي بي اي حقك وانت خريج سنه كم وبتوظفك على هذا الشيء؟ ما اخفيك تقريبا كان عندي كم، والله الى ما انسى يمكن فوق ال 15 شهادة. فوق ال 15 شهاده، حتى حاطهم في جوجل درايف حقي ومجمعهم كلهم، شهادات كانوا كثار ومختومين من الجامعه وموثقين، بس ما أتذكر إني استعملت ولا واحدة منهم في الوظيفة. ليه؟ لأن اللي دخلك الوظيفة أهم هو السي في حقك، فأنا أخذت الشهادات هذه صغتها بطريقة مرتبة وحطتهم بالسي في. إذا هو طلب مني كشركة والله عطنا بروف على الكلام اللي كتبته في السي في بعطيه، بس هو ما طلب مني بروف، وأنا كنت مجهز البروف، يعني ما قلت لك إني كنت سحبة، لا كنت مجهز الشهادات كبروف، ولكن إني أنا كنت مرتبهم في السي في حقي بطريقة مرتب easy to read وattractive to see. فهذا الشيء اللي أنا يعني أنصح فيه كل أحد، رتبوا السي في بطريقة مرتبة وخلوها سهلة على الموظفين، لأن أنا الحين وصلت مرحلة جالس أقرأ سيفيات، فلما أقرأ سيفي طويل أكسل أقرأ وأسوي التسكيب. يعني just to sum up أو ألخص الكلام اللي أنت قلته، الأنشطة الطلابية
والنشاطات اللي تشارك فيها أو المسابقات اللي تشارك فيها أو الدورات والندوات اللي تحضرها كلها تساهم في التوظيف. إذا أخذتها وصلت بصورة جميلة وضعت في سي في مرتب لبق، كل هذا بيعطيك أدفانتج أو بيعطيك أفضلية في التوظيف. اتفق، نعم 100%. أوكي، هل جزء من كلامي كان سلبي ولا لا؟ أنا بقول لك دائما الحياة لازم تضر لها من الناحيتين، من الناحية الإيجابية من الناحية السلبية. بتقول لي ليه؟ طيب بي أوبتيمستيك وعيش الحياة وتفائل، صباح الخير وورود وحالة الواتساب كلها ما أدري وش. لا، لازم الواحد ينظر للحياة من الجانبين. ليه؟ لأن أحس إن إذا صار لك الشيء السيء، خلنا نقول لا سمح الله، أو إذا صار لك الورست كيس سيناريو، تكون أنت مجهز البلان حقك، أو على الأقل أنت اطلعت على الشيء. أي بروجكت إحنا ندخله أو أي صفقة قبل ما أنا أسوي لها ديل، أنا أنظر للناحيتين الإيجابية والسلبية. أنا وجهة نظري في الحياة أو الفلسفة اللي أنا ماشي عليها، طبعاً أنت سمعت فكرة انظر للجانب الممتلئ من الكوب. أنت عندك المثال يعني يشرح، يعني مثلاً عندك كاس ماي نصه ماي والنص الثاني فاضي. أنت بتطالع وتقول أو نص الكاس فاضي this is bad، واحد يطالع يقول أو ما شاء الله نص الكوب ممتلئ. ذي شيء جميل حلو. إحنا كلنا ندري في الدنيا فيها مشاكل وفيها سوء وفيها قصص كثيرة لا تحصى ولا تعد من السلبيات. نفكر فيهم، أفضل ما نقولهم. يعني أنا جالس أبي أطلع رسالة للعالم، أو لما أبي أتكلم أنا أحمد أبي أتكلم بالشيء الإيجابي المفيد اللي يخدم. الأشياء السلبية أي will not gonna mention it إلا إذا سئلت عنها. لكن من ناحية التوظيف بقول لك الإيجابيات الوظيفة، ما راح أقول لك سلبيات الوظيفة. تربية الأولاد أو الزواج بقول لك برضو الأشياء الإيجابية. ليش؟ سمعت عن law of attraction، قانون الجذب. قانون الجذب يقول لك إن شنو تفكر فيه بيجي لك. فكرت بسلبية بيجيك السلبية، فكرت بإيجابية بيجيك الإيجابية. يقول لك الكون كله يتغير ويتشكل ويتمحور على شنو إن شنو تفكر فيه. فكرت بصورة إيجابية الكون كله بيتغير بيتحور، طبعا بأمر الله عز وجل. يقول الله عز وجل إن الله يهدي من يشاء، من يشاء الشخص الذي يشاء الله سوف يهدي بإذنه تعالى. الله طبعا يقدر يهدي أو ما يهدي، لكن الله يهدي من يشاء. أنت بتتغير، أنا بساعدك في التغير. لكن إذا أنت تفكر بصورة سلبية يوركت نيجاتيفيتي، تفكر بصورة إيجابية يوركت بوزيتيفيتي. That's what I believe يعني in life. طيب أنا أتفق معك، كلامك اللي قلته جميل وكل شيء. قانون الجذب اللي ذكرته أنا يعني مر علي، لكن أول مرة أدري إن اسمه قانون الجذب، إنه الواحد يفكر في شيء بيصير له. هذا موضوع طويل ممكن نسولف عنه انا باك ستيج، ما احتاج انه ادخل الاودينس المستمعين لهذا النقاش. ولكن الشيء اللي انا ابي اقوله مع احترامي لك، لازم يعني انت بدل ما تكون الشخص اللي يقول هذا الكوب ممتلئ، او انك تكون الشخص اللي تقول هذا الكوب نصه فاضي، طب ليه ما تكون الشخص اللي بيقول هذا الكوب نصه مليان ونصه فاضي؟ ترى في النص، الحياه مو اسود وابيض، الحياة is not zero and one. في النص. zero and one هذا في الكهرباء عندنا إحنا on and off أو بالضبط. أو يسمونه أبيض وأسود. yes yes. قامت لك أنا برد عليك من كلامك. أنت تقول لا تكون الإنسان اللي يقول فاضي أو مليان. بالعكس أنا بكون الإنسان اللي يقول إنه فاضي أو مليان، لكن فكر إنه فاضي ومليان. أنا قلت إنه مليان. لكن أنا شنو دخل؟ أنا فكرت بجميع الاحتماليات عشان ما أنصدم بعدين. لكن اللي بيطلع من عندي actions what matter، الأفعال هي اللي تهم. أنا شنو أفكر وشنو ذي، أنا الله عز وجل ما يحاسبني عليها، يحاسبني على أفعالي. كذلك الدنيا، كذلك قوانين الحياة، اللي أنا بسويه هو اللي راح يبقى للأبد. فأنا اللي أنا بقوله بيكون إيجابي، الكلام اللي بيطلع مثلا من الحلقة بيكون إيجابي. كل الناس يعرفون الأخطاء. طيب أنا أتفق معك. أنا كسيلز واشتغلت في السيلز وحاليا كسيلز أدوايزر في تكساين، أعرف أتعامل مع العميل، أعرف أقنع العميل. ومن الأشياء اللي ذكرتها إنه لما أتكلم عن أشياء أذكر إيجابياته فقط. أنا ذو كسيلز أدوايزر ببيع منتج، أذكر لك إيجابياته، بس وش أسوي؟ أعطيك سلبيتين، ثلاث سلبيات. ليه؟ وش بستفيد أنا لما أكون كسيلز وأعطيك سلبية للمنتج حقي؟ طب اللي قدامي بينصدم، بيقول لي هذا مجنون يقول السلبيات حقت المنتج حقه، وش بيحس فيه العميل؟ أنا أتوقع سوي الدعم المصداقية. يا سلام عليك،
العميل هنا بيحس بأريحية، بيحس إنه أوه والله هذا الإنسان يسوي سلبيات منتجة، وش معناها؟ صادق، معنى إيجابيات اللي قاعدها 100% true. أنت نفس الشيء في الحياة، لازم تعامل الحياة بإيجابيات وسلبيات، لأن أنت لما تخفي السلبيات عقلك الباطن يوهم لك إنها غيرة موجودة، وهذا غلط كبير. إحنا نعيش بحياتنا يوميا نوهم نفسنا أنه والله ما في مشكلة صعبة اليوم، الجلوبال وارمينج is not a big problem، نوهم نفسنا أنه والله everything will be fine. لا، لازم keep talking about what is wrong على أساس أنه نحط هذا الشيء في مقدمة رأسنا، ما ننسى لازم نذكر السلبيات. أنا فاهم عليك، أنا ما جلس أقول لك أذكر سلبيات بطريقة سلبية، لا، أذكر سلبيات بطريقة إيجابية. كيف يا إبراهيم؟ السلبية لما تذكرها لا تقولها وتسكت، قل لي كيف تخليها إيجابية. قصدك يعني إن الأذر وورس والنقد بناء، صحيح أنا معك يعني اثنين نتفق يعني، لكن الفلسفة تختلف شوي بسيط، لأن زي ما قلت أنت you need always to talk about النيجاتيفيتي. لا أنا ما بتكلم دائما، بتكلم لكن مو دائما، وإذا بتكلم صحيح أفضل إني أعطي حلو أفضل من إني بس أتكلم زي ما نقول إحنا أتباكبك شكاي عرفت الناس عندي ايوه انت انتهت الساعه خلاص والله يعني حسينا ان نقدر نقول اليوم لا انا خلي هي زي ما قلت فلسفيات عيش زي ما وش قلنا قبل شوي النقطه اللي اتفقنا فيها انا وانت كل انسان له حياته الخاصه كل انسان بيعيش فلسفته هذه فلسفتي انا الشخصيه لازم الشيء انظر ايجابياته وسلبياته على اساس ما اوهم نفسي ان ما في سلبيات طبعا حتى لو طولنا او يعني تنقلنا في المواضيع دي احنا وعدناكم ان اليوم بتكون حلقة مميزة ومختلفة هي كانت مختلفة اتوقع لازم تنزل extended version مستحيل الكلام هذا بيكفي حلقة واحدة صحيح بتطول ايه. جدا طيب مهندسنا الفاضل من خلال خبرتك الأكاديمية واطلاعك على سوق العمل ومتطلباته شنو أهم مهارة مطلوبة بسوق العمل والطالب يقدر يكتسبها خلال مشواره الأكاديمي المهارات والله ما في مهارة واحدة هي اللي بتكون مفصلية كلها كل كوكتيل مهارات عشان كذا قلت لك يا مهندسنا الفاضل اقرا الأسئلة قبلها قلت لا تبيها ارتجال وحلقة مميزة وانا لسه سؤالك معك أنا ما 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 اقدر اعطيك والله مهارة واحدة واقول لك يلا ركز عليها لا هي اسمها كوكتيل مهارات اكيد اكيد هو انك كوكتيل مهارة لكن مثلا اذا قلت لك انا من اجل النجاح بتقول لي problem solving أجوبة النجاح كثير بس مثلاً أهم شيء تحتاج consistency الاستمرارية problem. يعني شنو تقدر problem solving طيب ماذا تقصد بطرق حل المشاكل أو كيف تحل المشكلة حل المشكلة يعني خير. أفكر بالصورة العلمية قصدك يعني لا إنك ملاحظة التجربة إذا أنت بتفصلها في منهج كامل اسمه design thinking وأنا أنصح أي أحد يسمعني أنصحكم أنتم تاخذون كورس في شيء اسمه ديزاين ثينكينج لان هذا الشيء خرافي ديزاين ثينكينج هذا خمس خطوات لحل المشكلات امباثي ايديات بروتوتايب الزبده انهم خمس خطوات بس انا انصح اي احد ياخذ هذا الكورس طيب ممكن تعطينا نبذه عن ديزاين ثينكينج هو زي ما قلت هو خمس خطوات لحل المشكلات كيف تمشي فيها كيف تنظر للمشكله اول خطوه في الديزاين ثينكينج هي الامباثي التعاطف مع المشكلة. بعد تترجم حق المستمعين شنو الديزاين ثينكينج؟ التفكير التصميمي. هو اسمه بالعربي تفكير تصميمي. هو خمس خطوات. أو كيف تصمم تفكيرك أو كيف تنظم عقلك يفكر بطريقة فعالة. بالضبط. هو أساسه هو حل المشكلات. فهذا كورس جدا جميل. طبعا هذا كورس يدرس في الماجستيرات حاليا. ما بس أنت مستمعينا مثلا خلينا نقول مستمعينا من جميع الفئات العقلية. كل. يعني تقول لنا خذ كورس ديزاين ثينكينج يعني إذا أنت جلست السادة في الفئة الجامعية. يعني مثلا لو واحد كبير حتى في السن او واحد صغير يعني ما راح تكون يعني المعلومه يعني اشرحها اكثر انا بقاطعك في هذه النقطه لان انا زي ما قلت في المجال التعليمي كورس ديزاين ثينكينج اللي ندرس الان للطلاب اللي في عمرهم 12 13 فاحنا لازم نعطيهم هذا الكورس زي ما قلت لك لازم نغير المنهجيه او الطريقه الهيكله بشكل عام فهذا من الاشياء اللي نسويها حاليا جبنا كورس من الماجستير اللي ندرس للطلاب ال 12 13 فهذا من الاهداف حقتنا بس بعيدا عن شغلي أنا مع مركز نمو جي للكلام اللي أنت ذكرته اللي هو إيش كان سيت أوكي أهم مهارة أهم مهارة بالضبط أنت قلت إن حل المشكلات عامة جدا عطني أكثر عطني أكثر بعطيك مثال وأنت فهمها تخيل أنت الآن في شركة مرموقة والله يا مدير حقك
المدير اللي اسمه مدير قال لك يا احمد جواد انت عندك التاسك الفلاني الف با جيم دال اربع تاسكات، انت خلصت الاولى بكل جدارة، خلصت الثانية بكل جدارة، جيت للمهمة الثالثة فيها مشكلة. انت الان بين خيارين، يعني انت الان ستيب اب وتحل المشكلة بنفسك مع بغض النظر عن الريسك اللي بيصير، او ان انت تروح للمدير تصعد ذا المشكلة كده. طيب الان انت كمدير وجاك والله موظف عندك وقال لك يا مدير انا عندي مشكلة، وش نظرتك للموظف هذا؟ شكاي شكاي زي ما ذكرت شكاي. فالمدراء ما يحبون الموظفين الشكاية، يحبون الموظفين اللي يحلون المشاكل. مشكلة واجهتك حلها، في ريسك عطنا الريسك بس لا تجينا تشتكي لي. يعني يقولون with high risk and high reward، بالضبط مع المخاطرة الكبرى تأتي عوائد كبرى. صحيح. فأنا أتفق مع أن أتفق أن البروبلم سولفينج هي أهم مهارة. يقول جوجل حل المشكلات هو عبارة عن عملية معرفية سلوكية تتطلب استخدام المهارات والخبرات السابقة في إيجاد حلول للمشكلات المطروحة، كما تمر هذه العملية بخطوات محددة ومنه الوصول إلى تحقيق الأهداف المرغوب فيها. يعني باللغة العامية خلينا نقول حالة المشكلات أن أنت تركز على الهدف حقك وتحاول أن كيف توصل له بغض النظر عن العقبات اللي في الطريق حقك، كيف تراوغ منها وكيف توصل للهدف اللي أنت أساسا تبي توصل له. فهذا هو أساس حل المشكلات. طبعا العقبات اللي موجوده قدامك بتكون مثلا بادجت، ميزانيه، بتكون والله مان باور، فانت كيف تقلل كل العقبات هذه حتى توصل للهدف حقك؟ اتوقع اقدر ابسطها لهم في الخاتمه. في سؤال يمر في اذهان الكثيرين الصراحه، انا يا خوي سمعت السؤال كثير ومر في عقول ناس كثيره ولازم ينسال، اللي هو الدراسه 4 سنوات كافيه مثلا انك تكون مهندس، او فقط تعطيك الادوات لتصبح مهندس في المستقبل؟ يعني الحين انا داخل جامعة او 4 سنوات، والجملة احمد تسمعها كثير، مثلا انت كنت ماسك جوالك ولا غرشة ماي طاحت، شلون تروح انت مهندس؟ ماخذينها مذلة. اي عطنا شلون تسوي كذا؟ انت جامعي، انت جامعي، انت جامعي. الجامعي ما يغير الحياة، فالاربع سنوات كافية او غير كافية؟ زي ما انا ذكرت، اذا جينا نتكلم من ناحية اكاديمية كافية، كافية وشوي زيادة. حتى من ناحية براكتس كتطبيقي عملي غير كافية، لأن زي ما أنا ذكرت الفترة هذه كلها اللي أنا يعني درست فيها 5 سنوات إذا شملنا التحضيري، أنا تدربت بس شهرين، كمان بس شهرين تدربت. لكن يعني كافية قصدك المعلومات الماتيريال؟ قصدك نظريا؟ أنت قصدك نظريا؟ أنا زي ما قلت لك أنا فصلتها لك كذا، نظريا كدراسة نظرية ورقة وقلم كافية وزيادة. من ناحية عملية احنا يعني في كلية الهندسة، انا ما ادري اذا في بيستمعون الناس من كلية الهندسة، خلينا نقول بشكل عام اي تخصص حتى الدكاترة، اي وظيفة فيها تطبيق في الحياة الواقعية توقع تحتاج اكثر. الهندسة تحتاج الى عملي اكثر، 5 سنوات اذا كان فيها العمل كثير كافي، ولكن زي ما قلت لك اذا انت التدريب حقك كان فترة قليلة تحتاج اكثر، ولكن نظري ورقة وقلم كافي 5 سنوات. يعني أنا استشفيته من الكلام، كنت طالب جامعي 4 سنوات تعتمد على حسب التخصص، مثلا إذا جامعي 4 سنوات نظريا كافي، تطبيقيا غير كافي، لكن تخصص ثاني كافي. طيب ما تطرقنا على موضوع اللي أنت جامعي وأنت جامعي ويأخذوننا رايح جاء، شو تقول عليه؟ بالعكس هذه إيجابية. إن شنو؟ أن الناس تشوف أن أنت جامعي وتقول لك والله أنت مهندس كيف ما سويت كذا وليه ما سويت كذا، ناقص عليه شيء إيجابي، ما أنا حتى في ليفل محترم. سؤال مهندس إبراهيم، هذا خاتمة الشطر الأول اللي هي الفترة الأكاديمية، شنو تعلمت من عندها، شنو تمنيت أنك تسوي، وشنو المهارة المفروض أن الواحد يحتاجها؟ في كلمة أخيرة تقولها قبل ما نختم هذا الشابتر أو هذا الشطر؟ الشيء الوحيد اللي ابي اقوله زي ما انا ذكرت وسويت له انفسايز، اللي هي فكره ان كل واحد له حياته الخاصه، فسواء كان تدريب، سواء كان مهارات جامعيه، سواء كان، كل واحد هو اللي بيحدد هذا الشيء. فا اوكي انا اعطيت نصايح وانا احترم نصايحي، بس انا مجلس اقول لكم انه انتم والله تمشون عليها 100%. تختلف من شخص لشخص، في احد ممكن يتدرب شهرين ويكون له خرافيه
في ناس اعرفهم شخصيا تدربوا تدريب اللي هو التعاوني 6 8 شهور وبرضه قالوا مو كافيه. ف ذاتس ات، كل واحد له مساره الخاص. جميل جدا. طيب بعد انتهانا من الشطر الاول نبدا في الشطر الثاني اللي هو لب الحلقه. مهندس ابراهيم، ماذا بعد التخرج وكيف يرى الخريج العالم؟ هل يرى ملعب كبير لتسديد اهدافه ام مختبر كبير لخوض تجاربه؟ وما هو برايك الطريقه الصحيحه التي يجب ان ينظر بها الخريج للعالم بعد التخرج؟ طيب بعد التخرج طبعا انت ذكرت مثالين جدا حلوين، اللي هو الملعب اللي فيه تسديد الاهداف والفرص، وبرضه في نفس الوقت مختبر للقيام بايش؟ التجارب. طيب هي الاثنين، اول شيء تسويه بعد التخرج ان انت دق كل باب، حرفيا دق كل باب، سواء كان ماجستير سواء كان وظيفه في تخصصك او برا تخصصك، سواء كان عمل تطوعي، سواء كان اللي يسمونه ايش، اللي ترجع في الجامعه وتدرس، اللي يعاد معيد ولا وات ايفر، كل الفرص هذه ناك ناك اطلق لها الباب. اوصل لمرحله اللي بتجيك 6 7 8 فرص قدامك وانت البيج باس، وتختار وتروح تصلي 3 استخاره وتقول يا رب اختار الافضل. انت في هذه اللحظه انت هنا كينج، انت كينج زمانك. ليه؟ لان انت تختار الشيء اللي انت تشوفه هو الافضل لك. ولكن فكره والله انا ودي اني اشتغل في مصنع واقدم مصانع اقدم مصانع اقدم مصانع، لا تصير، خليك اوبن مايند، خليك متفتح لكل، لا تكون محصور في اختياراتك، لا تكون محصور، احسنت، خليك متفتح لجميع الخيارات. فهذا اول شيء تسويه بعد التخرج، وانا هذا الشيء الحمد لله سويته بطريقه ما، يعني انا كنت متفتح لبعد التخرج. وطبعا هذه الجمله تحديدا قالها لي الله يعطيه العافيه دكتور محمد العقيد، قال لي اطرق كل الفرص، بين قوسين اقتبس من كلامه. ففعلا قدمت ماجستير، قدمت وظائف، اشتغلت شغل تطوعي، طبعا جزء كبير من النادي اي تربل اي كانوا معانا في التطوع في الفابلاب الاحساء، وطبعا هو كان فابلاب الاحساء التطوع حقنا كان بعد التخرج مباشره، فكان تقريبا في شهر 6 السنه الماضيه تقريبا نفس الفتره هذه. ففتره ما بعد على طول اول ما تخرجنا كانت الفتره الفاضيه كذا، نقدم ونروح الفابلاب، نقدم ونروح الفابلاب، كانت ايام خرافيه، كنا نروح الفابلاب، هو كان تطوع بس برضه اعطونا مكافاه الفابلاب الله يعطيهم العافيه على هذا الشيء. ف كانت ايام جدا جميله. فهذا اول شيء تسويه بعد التخرج، تجرب كل الفرص. طيب انا بسوي شيفت ان ابحث سؤال كان بعدين برفع لك لانك انت طرحته. انت قلت احط 8 فرص عندي امام عيناي. عين بالضبط. واختار منهم الانسب. بالضبط. السؤال اللي سالوه احد الاخوه، يعني السؤال اللي سال، احنا كنا نجمع اسئله، في ناس اسئله تسال كثير، واحد من الاسئله كيف اختار صح؟ يعني كيف اختار الفرصه المناسبه؟ شلون اعرف الاختيار الصح؟ في صوره شفتها خرافيه ودي اوريها لكم انتوا الاثنين، وما ادري صراحه كيف اوريها للجمهور، بس اتوقع اني باخذ وقت وانا ادور عليها في الجوال. بس هي كانت الصوره عن ايش؟ تعرفون الصور اللي تكون دوائر، عارف اللي تقريبا طريقه اختيار القرار اليابانيه اللي تحط ثلاث او اربع دوائر، اربع دوائر، وكل دائرتين لما تجتمع في شيء يطلع عندك شيء، عرفتها؟ ايه، كان تقريبا هذا في بعد في الرياضيات اللي ثلاث دائره ودائره في النص، والجواب اللي يطلع في النص تقريبا كان اسمه رسم purpose فين دايجرام. بالضبط ال purpose. طيب في شيء اسمه ال purpose فين دايجرام، انا ودي من الشباب اذا يحطونه في صوره البودكاست. ال purpose فين دايجرام لو تلاحظون في اربع نقاط. النقطه الاولى هو طبعا فين دايجرام هي الدوائر، اغلبكم يعرفها، وكل دائرتين لما كون المشترك منهم شيء محدد. انا ودي انكم تشوفوا الصوره خلنا في الرياضيات. بالضبط. فكان كل دائره او كل زاويه تتكلم عن ايش، واحده مكتوب عليها what do you love، يعني شيء اذا انت تحبه، والشيء الثاني what you are good at، يعني انت شيء جيد فيه تقدر تسويه وبإتقان. في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم انه من عمل منكم عملا فليتقن. صحيح. وفي شيء ثالث اللي هو ايش، what you will be paid for، شيء ان انت تقدر ايش جنريت ماني، تقدر تطلع منه فلوس عشان تعيش، تو سستين يور لايف. واخيرا وانا اشوف هذا الشيء عميق جدا اللي هو ايش، وات ذا وورلد نيدز، شيء يحتاج العالم.
العالم اكيد يحتاج مهندسين ان شاء الله. فاذا وظيفتك سواء كانت ماجستير اي قرار طبعا هذا هذا لا علاقه بالقرارات ما له دخل بالمهندسين هذا اسمه بيربس فين دايجرام في اي قرار اذا انت بتشوف هل في بيربس ولا لا فكل ما تبي تشوف انت هل هذا الشيء له بيربس ارجع شيك هذا الشكل شوف هل انت حققت الاربع نقاط اذا الاربع نقاط هذه تحققت منها في بيربس انك تسوي هذا الشيء اللي تختاره انت مثلا انا اللهم لك الحمد لما جيت اشوف وظيفتي لاحظت ان الحمد لله وظيفتي شامل الاربع نقاط هذه اول شيء سويته قلت الحمد لله الحمد لله ثاني شيء استوعبت ان لو كل شيء في حياتنا تبعنا له نفس هذا الشيء نلاحظ ان حياتنا صارت افضل بكثير هذا هو جوابي لك والله انا مره من المرات بعد جربت لما كنت في مرحله صعبه في اتخاذ قرار جربت الفن بيربس دايجرام بس اتوقع اني شفته بالياباني يعني فكان الاسم مختلف لكن جربته يعني الحمد لله لما اتخذت القرار كنت واثق جدا لأن أنا حصلت كل شيء في الحياة والصورة لي إلى هذه النقطة يعني في أربع نقاط رئيسية فأنت تحط لستة حق مثلا شنو أحلامك جلست تحط لستة شنو ممكن تقدر تخدم فيه البشرية تحط فيه لستة كاملة وهاللستة كلها إذا كنا متقاطعة في المنتصف تكون أنت هنا حققت الغاية أو الهدف أو عرفت كيف تختار الفرصة الصحيحة طيب آخر سؤال عندنا في هذا الشاطر مهندسنا إبراهيم ما هي الطريقة الصحيحة للبحث والتقديم على وظيفة ما حابين نسمع ردك لو سمحت بالنسبة لأفضل طريقة لأنك تدور على وظيفة بالنسبة لي شخصيا ألا وهي أنك تطرق كل الطرق وقنا ذكرت هذا الشيء أنك تطرق كل الأبواب للتخرج نفس الشيء بالنسبة للوظيفة جرب كل السبل الممكنة يعني أنا الحمد لله يعني أعرف يعني أعرف إن من الناس اللي أعرفهم أعرف واحد توظف من زي ما خلينا نقول واسطة هو المعارف يعني مو واسطة شوي معناها ناس كثير تعتقد إن معناها سيء ولكن خلينا نسميها معارف وأعرف ناس توظفوا عن طريق لينكدين أعرف ناس توظفوا عن طريق الإيميلات أعرف ناس توظفوا عن طريق تقديم العادي في المواقع حق الشركات كل الطرق يعني ممكن في ناس راحوا بعدين حتى مصانع بنفسهم بحثوا عن وظيفة الحمد لله رب العالمين يعني توفر الشيء فأنا أقول إن كل الطرق هي إنك تبحث بكل الطرق هي أفضل حل إنك تلقى وظيفة وصراحة أما إنك تجلس فترة تعتمد بس على لينكدين ما يصلح تجلس فترة تعتمد بس على مواقع الشركات ما يصلح لازم تجرب كل الطرق زي ما قلت لك يعني في ناس كثيرين يروحون الشركات والله مثلا يروحون برج الملحم برج الملحم ترى فيه مكاتب HR لشركات كبيرة يعني في الصناعية بس هم مكاتبهم HR في برج الملحم ناس تاخذ معها 5-6-7 نسخ من CV هارد كوبي وتروح تدخل برج الملحم وتقدم على HR يعني طيب وبكذا انتهينا من الشطر الثاني وهو ماذا بعد التخرج الحين بندخل في الشطر الأخير وهو تحت عنوان الهل طيب سؤالنا الأول من الشطر الأخير حابين نتكلم عن الظرف المكاني يعني دائما يجي تساؤل عند المتقدم أو عند التقديم على وظيفة ما كذا دائما يجي في سؤال في بالك وين بتوظف دائما السؤال ذي يلعب فرق كبير في الحياة يعني هل أتوظف في المنطقة اللي أنا فيها يعني المنطقة اللي فيها أهلي وولدت وعشت فيها وكل ناسي وأحبابي فيها ولا لا والله أتغرب وأعيش خمار الاستقلالية التامة بإيجابياتها وسلبياتها فإن شنو تشوف يعني هل يعني أغامر واستقل وصارع ولا لا والله أتوظف جنب أهلي أفضل وأنا مرتاح البال أو أتوظف مغتربا لأكون مستقل وأكون معطي الوظيفة التركيز الكامل فما رأيك مهندس إبراهيم في الظرف المكاني؟ وين المفروض الإنسان يتوظف أو يختار المكان الذي يتوظف به؟ سؤال حساس صراحة
بالنسبة لي أنا يعني كتجربتي الشخصية، يعني أنا ولدت في الحسا وعشت حياتي كلها بالحسا، فالأحساء أكيد هو المكان المفضل لي إني أنا أشتغل فيه. لكن سبحان الله أول عرض وظيفي جاني، أو خلينا نقول الوظيفة اللي رحت لها الأولى، رحت في العلا. العلا اللي هي تقريبا موجودة في شمال السعودية، قريب من حدود الأردن يعني. المهم مالك بالطويلة، إنه صراحة كان متعب جدا جدا إنك تعيش لحالك، جدا متعب. ولكن مع أنه متعب، ولكن أنا مؤمن تماما إن الواحد يتبع رزقه ولا يتبع أصدقائه. خلينا نقول يعني أوكي أهلك على عيني وراسي، ولكن مكان رزقك رحلة، لا تتكبر على المكان. نعرف ناس أعرفهم شخصيا راحوا الهند بس أساس يعني توظفوا. أنا أشوف صراحة إنه الواحد لازم يعني إذا احتاج الأمر وجاتك وظيفة والله مكان بعيد لا تتكبر عليها رحلة. أما إذا كنت مخير بين أكثر من وظيفة، واحدة في المكان اللي أنت فيه، واحدة مثلا في منطقة بعيدة، هذا يعتمد عليك أنت ويعتمد على الراتب وأمور كثيرة يعني. طيب سؤالي التالي، ما هو المعدل الطبيعي للشخص أن يبقى بدون وظيفة بعد التخرج؟ سؤال برضو يعني سؤال يحتاج لدراسة وبحث، ما يحتاج لسؤال مباشر، بس أنا بجاوبك من باب خبرتي يعني متواضعة. الفترة اللي تجلس فيها يعني بعد تخرج كبيرة وظيفة هذه يعني هتوصل 6-7 شهور جدا عادي، ولكن خليك ذكي واستغلها صح، سواء كانت في برامج تطوعية. واحد بيجيك ويقول لك تطوع ما في فلوس وما أدري إيش، لا تطوع فيه فائدة، يعني خاصة إنك زي ما قلت لك إذا التطوع كان شيء يستحق. تقولي والله تطوع لي في تنظيم حفلات، بعيدا عن أن هذا الشيء يعني كويس وما كويس، بس التطوع في تنظيم الأشياء وتنظيم المروري هذا ما راح يفيد، ما راح يقدم ولا أخ، ولكن التطوع في الأشياء اللي تستاهل. أتوقع أنا ذكرت من قبل إنه أعرف واحد جلس سنة كاملة درب بدون راتب، يعني تدريب بدون راتب يعتبر تطوع إلى حد ما. فأنا أنصح إنه الفترة اللي بعد التخرج استغلها بهذا الشيء. إيه ممكن توصل 6 شهور. أنا أعرف ناس توظفوا بعد شهر، في ناس توظفوا بعد أسبوع، ناس توظفوا بعد 3-4 شهور، وناس توظفوا بعد 6-7 شهور. فخلنا نقول الأفريج الوسط اللي هو تقريبا 3-4 شهور، فهذا طبيعي جدا، لا ترتعب لا تتوتر، طبيعي جدا طبيعي. لكن أتوقع ممكن في النت تحصل إحصائية أدق إنه معدل العطالة بعد التخرج إلى حين القبول، أتوقع بتحصل معدلات دقيقة يعني. ولكن نصيحتي إن مهما طالت المدة هذه استغلها، استغلها ثم استغلها ثم استغلها. يعني الفترة هذه ممكن أنت تطلع فيها خبرة هي اللي بتجيب لك الوظيفة اللي تطلبها. طيب أنت تقريبا رديت على السؤال اللي بعده أو جزء من السؤال اللي بعده اللي يقول هل أسوي الشيء لو ما لقيت وظيفة كتطوع ولا أرتاح وسافر لأن نفسي لها حق علي؟ فأنت طبعا رديت قلت إنه تطوع يعني أفضل إنه تطوع. طيب واللي بيسافر ويبيخذ إجازة بعد مشوار 4 أو 5 سنوات واللي كان يتمنى اليوم اللي يمسك في الشهادة يعني عشان يحس إنه ريوردد يعني، ولا على طول يروح يقدم على وظيفة؟ أنت شنو رأيك يا مهندسنا؟ أوكي. إيه فاهم عليك، بس بضيف نقطة اللي هي فترة البريك اللي ناس تقولك لازم الواحد يأخذ بريك وما أدري إيش. أتفق معك، خذ بريك، سافر انبسط عيش حياتك، ولكن لا تقول لي والله البريك 6 شهور، لا البريك 2-3 أسابيع، شهر طال يعني، وبعدين خلاص يعني رجع أدور على وظائف ويعني يركز. أها جميل. طيب السؤال اللي بعده سؤال مهم جدا يعني دايما ينسمع في كل مكان، أتوقع كل اللي جلس يتابع الحلقة فكر في السؤال، وكل إنسان خلص جامعة يعني خطر السؤال في باله اللي هو الخبرة versus الماجستير. دائما يمر هذا السؤال بعد ما تخلص جامعة، هل أكمل ماجستير ولا أتوظف؟ هل الخبرة أهم أم الماجستير أهم أم التكمين للدراسات العليا؟ فأنت مهندس إبراهيم
شنو رأيك في الموضوع أو شنو ردك أو شنو وجهة نظرك؟ سؤال، هذا السؤال بالذات أنا محتار فيه شخصياً صراحة، يعني بكل صراحة، يعني الناس اللي تعرفني أنا بإذن الله ناوي أكمل ماجستير بإذن الله تعالى المستقبل، ولكن لما تنزل أنت سوق العمل وتجي الحياة الواقعية والشغل تكتشف أول شيء يعني الوقت حقك ضيق، هذا شيء بتكتشفه أنت مع الوقت أن الوقت عندك ضيق جدا، وتكتشف برضو أن يعني في منح، في منح ماجستير وفي منح دكتوراه لكن قليلة، يعني إذا جيت تحسبها من ناحية مادية شوي مكلف الموضوع كماجستير ودكتوراه، الموضوع يبيله يعني حسابات ويبيله أكثر من شيء، ما يبيله أنا كيف، ولكن أنا شخصيا ودي بإذن الله أنا أكمل ماجستير ودكتوراه. ولكن نرجع للسؤال اللي أنت سألته اللي هو شو أهم، الخبرة العملية ولا الشهادات؟ أنا بقول لك من ناحية ماجستير طبعاً الخبرة أهم من الماجستير. الماجستير الفترة هذه صاير كأنه يعني مو ذاك الزود مهم، أبداً مو ذاك الزود مهم. أنا معي في الدوام في واحد مولد 2000 يعني أصغر مني تمام، وكان أول ما توظفت أنا كان بيدي أخذ ماجستير وتخرج باي ميديكال وأخذ ماجستير على طول، بعد البكالوريوس أخذ ماجستير على طول، والحمد لله تقريبا قبل كم فترة، قبل كم شهر خلص الماجستير، ما صار عنده ماجستير، ومع ذلك الماجستير أبدا ما فاده، ما فاده في أي شيء. هذه نقطة من ناحية يعني من خبر شيء أنا شفته شخصيا، ومن ناحية واقعية الماجستير ما مو ذاك الزود. الماجستير إذا كلش كلش يمكن يفيدك فقط في المسميات، يمكن في الرواتب، بس مو ذاك الفرق الرهيب يعني، وكثير بعض من الشركات ما تلتفت للماجستير. طيب بالنسبة للدكتوراه، الدكتوراه أكيد تفرق، الدكتوراه أكيد مهمة، الدكتوراه مهمة جدا، وهي تفرق يعني تأثر على يعني تكون شوي طاغية على الخبرة. إذا جينا نقارن الخبرة بالماجستير، الخبرة أهم من الماجستير طبعا، من ناحية الرواتب ومن ناحية سلم وظيفي. من ناحية إذا جينا للطرف الثاني هو الدكتوراه، إذا جينا نقارن الدكتوراه مع الخبرة، هنا بقول لك يعتمد على حسب وش الوظيفة وش السيناريو الموجود عندك، ولكن أكيد قطعا الدكتوراه بتلعب دور. الماجستير إذا بتاخذ ماجستير تاخذه وأنت موظف، يعني وأنت موظف يعني الفترة المسائية تاخذ ماجستير. أنا أتذكر على أيام التدريب كان في مهندسين الشركة حقت التدريب حقتي كانوا بياخذون ماجستير في نفس اليوم، حتى إنه تخرج من الماجستير نفس اليوم اللي أنا تخرجت فيه من الجامعة، قابلنا في الملعب حق الجامعة، صدفة كانت غريبة. ولكن من الماجستير ممكن تاخذه وأنت تدرس، عفوا وأنت تشتغل، والدكتوراه لكل حادث حديث يعني. ولكن إذا تبي الجواب المختصر من رأيي الشخصي أنا، الخبرة أهم طبعا من دراسة العليا. أها، وجهة نظر جميلة. أنا بعد يعني أشوف أن الماجستير تأخذها لما تكون عندك وظيفة وتكون مرتاح في الوظيفة ويكون عندك وقت تقدر تأخذ في الماجستير، ما تكون عندك وظيفة وانت مشطط وبتموت وتقول لا بأخذ ماجستير، أو أنه ما تقدم الماجستير على الخبرة العملية. يعني تحتاج تنزل تأخذ خبرة عشان تعرف الماجستير وين يكون وتعرف انت وين متوجه. معك انا اتفق، الخبرة اهم، وزي ما قلت انت الدكتوراه game changer، صحيح يعني الدكتوراه different level. فسألنا كان عن الماجستير او الخبرة فقط، وشكرا. طيب سؤال الصراحة، يعني دايما ينسأل هل اللينكدين مهم او لا؟ يعني هل اللينكدين مهم على حديثية تخرج، ولا لا بس يخدم الناس اللي عندهم خبرة و ينسرون بوستاتهم وكذا؟ زي ما قلت لك أنا عارف ناس الحمد لله رب العالمين الله يوفقهم توظفوا من لينكدين، أنا فريش جراديويت، فأبدا لا تستخسروا بلينكدين،
أبدا لا تستنقصوا النقطة. وأنا أقولها أي شيء إنجاز أنت تسويه نزل على لينكدين، لا يغرك والله، حتى لو كان شيء على مستوى الأندية الطلابية، حتى لو كان شيء ذا المصاب فزت فيها بالجامعة، بوست نزل عادي، مو شرط إنك تنزل بوست لـ achievements، لا عادي إنك تنزل بوست تشرح فيه شيء أنت من خبرتك. يعني مثلا البودكاست هذا أنا في جزء من الخبرات شاركتها مع المجتمع، أنت تنزل بوست تشارك خبرتك مع المجتمع، ولازم البوستات كلها congratulation ومبروك الترقية ومبروك الشركة الجديدة، لا عادي شارك خبرات. شكرا على جوابك. طيب تقريبا آخر سؤال عندنا يقول يا مهندس إبراهيم، في ناس كثيرة توظفت بغير تخصصها، وناس كثيرة أيضا نجحت بدون شهادة، وفي شخصية عالمية وصلوا لسقف النجاح وقمة هرم الغناء بدون التخرج من الجامعة أو حتى بتخصص مختلف عن شهادته، ما هو تعليقك على هذه الأمور أو ما هي وجهة نظرك؟ في مقول أنا جدا مؤمن فيها بشكل مو طبيعي، إن الرزق كالموت، الرزق كالموت، مهما أنت حاولت تفر من الموت سيدركك الموت، والرزق كذلك، الواحد مكتوب له رزقه، رزق بيجيك بيجيك، هتقول لي والله شهادة جامعية أبوي مدير شركة وأستاذ دكتوراه، أرزاق يا رب العالمين، أنت سوي الأسباب، افعل بالأسباب وبتحصل نفسك صرت وصلت لمناصب عليا. مثلا نأخذ أي واحد من اللي ما معاهم شهادات ووصلوا لمناصب عليا، مثلا فلان، دائما بتلاحظ أن هذا الشخص اللي وصل لمناصب عليا بدون شهادات جامعية صدقني تعب أكثر من التعب اللي تعبه اللي عنده شهادة جامعية. أنا وش معناه هذا الشخص سوى الأسباب، فعل بالأسباب، الأسباب اللي أدت لمنصبه والرزق اللي جاء. يعني بالمختصر المفيد فعل الأسباب، بذل المجهود على أساس أن توصل لمنطقة معينة، هذه إذا أنت سويتها سواء كان بدراستك بتخرجك بالبحث بشكل عام بشطارتك في التجارة بعلاقاتك الاجتماعية، مهما كان فعل الأسباب اللي أنت اتخذت أو المجهود اللي أنت بذلته، إن الله راح توصل للمنطقة اللي أنت محلها. يعني هذا هو تعليقي على المقول اللي أنت قلتها. طيب شكرا على تعليقك، وأول ما قلت بالتعليق المقول هو حديث عن الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأيضا ذكرني في مثل شعبي منتشر دائما يقول لك لو تجري جري الوحوش غير رزقك ما تحوش، فكلامك صحيح طبعا، والأخذ بالأسباب والسعي نحو النجاح إن شاء الله الكل يوصل للأماكن اللي يتمناها. ووصلنا إلى ختام أسئلتنا لهذا اليوم، حاب أشكر مهندس إبراهيم وأقول شكرا مهندس إبراهيم لوجودك معنا اليوم، وشكرا لكلامك التحفيزي الجميل، استمتع جدا في حلقة اليوم وتطرقنا إلى أسئلة كثيرة في قلوب المستمعين، وأتمنى بأن تم الرد على أغلب تساؤلات المستمعين بصورة واضحة. مهندس إبراهيم قبل ما نختم، حاب تضيف شيء ولا شيء؟ ترى المايك is all yours. الشيء اللي بيضيفه والله بس إن أنتم ما قصرتم، يعني كنادي IEEE النادي هو حياة جدا، يعني صراحة تسوون جهود جبارة، وأنا عارف يعني مرات إن أنتم تسوون شيء وبدون ما تشوفون شيء ملموس كردة فعل، يعني مثلا تنزلون حلقة بودكاست مثل ما يجيكم أي تعليق على الحلقة، أنا عارف هذا الشيء مرات يأثر تأثير سلبي، ولكن مع ذلك ما شاء الله مستمرين، فأبي أشكركم صراحة على هذا الجهود الجبار لنشر المعرفة ومساعدة الطلاب والرقيب بشكل عام بالمجتمع الجامعي،
وبس بيعطيكم ألف ألف عافية. وبالنسبة ختامية مرتبطة بالحلقة حقتنا، بإذن الله أي خريج يجتهد ويسوي اللي عليه بإذن الله راح يوصل للمكان اللي هو يبغاه. أنا ذكرت في الحلقة الماضية، أو عفوا أنا ذكرت في المرة الماضية إنه في اللي هو الشكل هذاك هو البربس، البربس فين دايجرام. ركزوا في هذا الشكل، ركزوا فيه، وشو البربس حقتك فعلا. إذا أنت عندك بربس في هذه الحياة هيكون شيء جدا جميل. جميل، شكرا. وفي ختام حلقتنا ودي أقول لكل اللي يسمعنا، لا تخف، لا تهلع، لا تتراجع، لا تيأس، فأنت من تصنع وظيفتك بنفسك. ليس شركة منمقة ولا رأي العامة ولا وظيفة راقية ترقى باسمك، فليس بالضرورة ما نجح به غيرك ستنجح به أنت، لكن إذا فعلها غيرك فأنت أيضا تستطيع، وإن لم يفعلها غيرك فأنت الأول. فنحن نسير في مساراتنا الخاصة، وكل يعيش ويسير في زمنه الخاص. أنت لست متأخرا عن أقرانك ولا أقرانك بسابقيك، بل أنت تنجح بوقتك المثالي. وصدقني، كل فرصة ضاعت وكل فرصة ستضيع هي خير لك، فالله لا يصنع سوى كل جميل، فاحسن الظن بالرحمن. وتذكر بأن قمة جبل واحد هي قاع الجبل التالي، لذا استمر في التسلق. وأخيرا حاب أقول، الألقاب لا تزيد الناس فخرا، الناس تزيد الألقاب مجدا. شكرا لاستماعكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.